في تجارب نقاط التحول ما بعد الدراسة الجامعية سابقا لنا اليوم فن إتقانه لذاته. رحبوا معي بالأستاذ يوسف الحسني. جايبكم كتب اللي جاوبنا في الكتاب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة هالحركة هذه لا تعني الغضب بينما تعني المتعة، فكل ما اعمل هالحركه هذه يقول ليش انت زعلان علينا ولا شيء، سعادتك هذه علامه المتعه بالنسبه لي في بروتوكولنا الخاص. احب ارحب فيكم. شمر عن سواعدي. ساعات عمل. يوسف الحسني، اعمل في شؤون البلاط السلطاني، اخوكم وخريج جامعه سالفورد من مانشستر. في قبل 6 أشهر تقريبا تخرجت. طبعا ارحب فيكم، انا ما راح اطول عليكم، كل هالمحاضره من الان إلا تقريباً الساعة 1 الفجر فقط، ما راح أطول كثير. خلاص مستعدين إن شاء الله؟ أوكي، نتوكل على الله. نبي نوقع العقد قبل بداية محاضرة راح أتكلم عنها اليوم. عنصرين بغيت أقولكم. أول شيء خلوكم مبتسمين مثل ما قال أخوي حيدر. وجدوا سبحان الله أن الإنسان عندما يبتسم يفرز هرمون الأندورفين. شباب من ممكن يعرف شو هو هرمون الأندورفين؟ من سمع عن هرمون الأندورفين؟ ما هو هرمون الأندورفين؟ تفضل يا ماجد. جاوب. سامع فيه بس شو سمعت عنه؟ على فكرة في الإتيكيت دائما لا تأشر بهذه الطريقة، دائما راحة كفة اليد. تفضل تفضل تفضل، ما تأشر حتى في لغة الجسد هذه مؤثرة. أنت أنت هذه حركات استفزازية. تفضل تفضل ماجد، إيش ممكن تشاركنا؟ أنا الإنسان عندما يبتسم يفرز هرمون الأندورفين، هذا يقوي جهاز المناعة. لما يكون متكدر خاطرك ومضايقة، يقوم واحد قلت لك أنت سبحان الله تحس شيء بارد على صدرك، هذا هرمون الأندورفين يقوي جهاز المناعة. اثنين، في اليابان يحطوا جهاز يقيس مدى أحداثيات الوجه. أي واحد يجي الدوام مبوز يطلب ورنج انذار، يقول حبيبي خلي مشاكلك برا وابتسم داخل المؤسسه، ولما تخلص جيب ديكا بحب مشاكلك وروح. الناس مش مسؤولين عن تبشيرتك. فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى الا كان بساما على وزن الفرحان، كثير الابتسامه. واضح؟ هذا جانب. حتى في موضوع خدمه العملاء وغيرها نحن نحتاج في فرق ما بين الابتسامه والبشاشه والضحك. البشاشة والابتسامة مطلوبة، أما الضحك في وجه العملاء الداخلين والخارجين وهم جايين صوبكم هذه علامات الاستهزاء. حطوا في بالكم هذا الفرق ما بين البشاشة والابتسامة والضحك. نبي نتكلم عن النقطة الثانية ألا وهي التنفسات الصحيحة. شو العلاقة التنفسات في محاضرتنا؟ خلاص؟ أي صوت راح نسمعه من أي تلفون ما بيزيدنا إلا تركيز ومتعة مثل هذه الأصوات. خليها عادي براحتك، ما عندك مشكلة. اي صوت تسمعوه راح يزيد التركيز ومتعه في محاضرتنا. مستعدين ان شاء الله؟ لما قلت مستعدين قلت مستعدين ان شاء الله. مستعدين؟ مستعدين ان شاء الله. الدماغ يتغذى على 3 عناصر مهمه. ما هم؟ اللي جاوب ما في كتاب. الدماغ يتغذى على 3 عناصر. انا لحد الان بعد ما بديت في الدوره، انا ما زلت اسخن. شو اسوي؟ اسخن. الدماغ يتغذى على 3 عناصر مهمه. ما هم؟ عفوا؟ أكسجين بعد. الله أكبر صفقة. يتغذى الدماغ على عناصر 3 مهمة، الأكسجين والماء والجلوكوز والفركتوز. وش يفيدنا هالكلام؟ أعطيكم السؤال الثالث.
الأطفال كم دقيقة يركزوا مع المحاضر تركيز تام؟ الأطفال 10 minutes. الله أكبر. من يزيد؟ 20. يا شيخ ما شاء الله عليك، هذا الإبداع. 2 minutes. 7 seconds. 8 seconds. وجدوا أن الأطفال يركزوا تركيز تام دقيقتين، وبعدها يقل التركيز، لذلك يغير ما بين فيديو ومقاطع تمارين حتى في التعليم في اليابان وغيرها من الدول. حلو، وهذا يطلق عليه الزجزاج ثيوري. بينما الكبار بعد سن 18 سنة، الكبار كم دقيقة يركز؟ اللي جاوب على كده 10 minutes. أنت اللي بحرك على 10 minutes. ليها ها؟ 20 دقيقة. بعد يزيد 5 دقائق بعد 40 ما شاء الله على الدرهم هذا. وجدوا أن الكبار صلوا على النبي يا جماعة، وجدوا أن الكبار مسؤولين عن الأرض والقرض والبيت والدوام والتمديد الدراسة والملحقية الثقافية والترقيات والوظائف، يركزوا تركيز تام من 14 إلى 17 ثانية فقط. ويطلق عليه Global Valve Theory Listening. وأعطيكم الدليل، شخبرتهم بالخشوع مع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. انت اتوقع عند واصلين برمنغهام ولا واصلين صح ولا لا؟ والله حتى صلاة صارت سبحان الله ما فيها خشوع، يعني ايش لها علاقة هالكلام؟ بعطيكم طريقة شباب، لكم انتم اللي عندكم اختبارات وغيرها، وحتى في المقابلات الشخصية في قاعدة يسموها 4-2-8. 4-2-8 ما هي؟ التنفس الصحيح هو، لأنه وجدوا في الدراسات إن إحنا نستخدم فقط الثلث من الرئة، نحتاج إلى تنفسات صحيحة. أنا بعطيكم الآن. نعم، هذا الصوت راح يزيد تركيز أكثر. اللي يصير إحنا كنا نذاكر أيام الاختبارات، نذاكر 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 صح؟ وتخزن المعلومات، ولما تروح الاختبار تبدأ تخاف يا فاتك صح ولا لا؟ وتبدأ ترتبك وتبدأ تنسى المعلومات، ولما تطلع من الاختبار تبدأ تتذكر كل شيء وتقول أنا نحيس، حظي نحيس، أنا ما متوفق، أنت ما نحيس. اللي صار لما كنتوا في البيت الذاكره كيف تخزن المعلومات في الدماغ الايسر، هذا في معلومات لما تروح الاختبار يفرز هرمون الادرينالين، يبدا يبند هذا الماطور الايسر ويشتغل الماطور الايمن، الماطور الايمن هذا ما في معلومات، هذا في فايت اور فلايت، في مشاعر. الحل اذا عندكم مقابله تلفزيون، مقابله وزير، مقابله وظيفه، اللي يكون وبديت تتوتر تخاف، خذ قاعده 4-2-8، تنفسات 4 شهيق من الخشم، اكتم ثانيتين والزفير من الفم، وقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابدأ حل أسهل سؤال، وإذا ما عرفت ولا سؤال ابدأ اكتب اسمك حتى يبند هذا الماطور الأيمن ويشتغل الماطور الأيسر اللي فيه المعلومات. مستعدين إن شاء الله؟ مستعدين؟ ناخذ نفس مع بعض، سلم على اللي جنبك ولا مستعدين؟ سلم على اللي جنبك يمين ويسار ولا مستعدين؟ لسه في آية أيها الشعب، أيها الشعب، اسمعوا وعوا. قصة حدثت حقيقية في مسقط. ساعات كان في مدير عام إحدى الجهات الحكومية مجتمع في مدراء الدوائر، ونقاش يجيب نقاش وحديث يجيب حديث، احتاجوا لأحد الموظفين يستعينوا فيه يسألوه، يا فلان احنا نحتاجك معنا في القاعه. وانا اتصور الموظفين يعرفوا ان في شيء، احنا عندنا اجتماعات لجان مناقصات، اجتماع كيف سير العمل. فلما جاء هذا الموظف دخل ولم يطرق الباب، المدير العام يشوفه وساكت، ودخل ويتمشى وكانه في حديقه، وما زال المدير العام يشوفه وساكت، جلس ولا سلم. بعد ما زال المدير العام يشوفه وساكت شوي، يلعب البلاك بيري شوي، يدق ربيعة. بعد ما زال المدير عم يشوفه ساكت، لكن الغريب في الموضوع أن هذا الموظف بدأ يقاطع المدير عم يقول ده لا الموضوع أنا أفهم كذا كذا. قال لي يا فلان أنا ما سألتك، لما أسأل جاوب. قال تمام. استرسل المدير عام مرة ثانية، وقام هذا الموظف وقاطع لي المرة الثانية، قال يا فلان أنا ما سألتك، وللأسف قام وعاد لي مرة ثالثة. وتخيلوا معاي هذا الموقف، قال للمدير العام يا فلان نعم، قال قوم وقف. وقف قال تفضل، احنا مش محتاجينك في هذه القاعه. تذكر لما كان داخل كيف كان يمشي؟
يمشي في وحدك لما طلع مثل الصاروخ. أنا في الحرب ما جربت نفسي، لكن في الهروب كالغزالي أنا أتصور من منظوري في جانب الإتيكيت والبروتوكول أن هذا الموظف لم يلتزم بأبجديات الذوقيات العامة، فعرض نفسه للموقف المحرج. وكم من تصرفات جميلة جدا على الإتيكيت عبارة عن تصرفات صغيرة تؤدي إلى نتائج كبيرة، إيمانا أن كل شخص يمثل نفسه وبيته ووطنه. أنا في بيتي أمثل يوسف الحسيني، لما أطلع من بيتي أنا لا أمثل يوسف الحسيني، أمثل يوسف الحسيني وبيتي، ولما أطلع خارج الدولة أنا لا أمثل بيتي ولا يوسف الحسيني، أمثل سلطنة عمان. لذلك نحن سفراء، كلكم السفراء اللي موجودين، أقول ما شاء الله، تعالوا شوفوا الشعب السعودي كيف ما شاء الله مبدع، ما شاء الله الشعب العماني كيف شعب محترم، ما شاء الله الشعب الكويتي. الآن أنا لم أقابل الشعب السعودي كله، قابلت 5 ولا 6، ولكن قلت أن السعودي ما شاء الله عليهم. لذلك أول سؤال بسأل لكم، ما هو الإتيكيت؟ شو تعريف مع الإتيكيت؟ أكيد شوكو سكين صح؟ شوكو سكين. أعطيك معلومة، على فكرة لما أول ما تخصصت في الإتيكيت ورحت عمان، هذا جاي من بريطانيا عنده فكر غربي، هذا مع الإتيكيت هذا فكر غربي، هذا هذول مال الناس، هذا الاساس الاتيكيت مال الحريم، هذا مال فصل عبايات. واحد قال لي فصل عبايات، قلت احنا نفصل عبايات، انا سببك انا استقيل من المهنه. انا اتصور ان في بعض المفاهيم الخاطئه عن الاتيكيت والبروتوكول والبرستيج والدبلوماسيه هي مصطلحات اساسا غربيه. ما هو الاتيكيت؟ فن التعامل. عفوا تفضل اختي. فن التعامل ايش يعني؟ يعني كيف ممكن تشرحين يعني شوي؟ يعني الطريقه اللي تقدم بها نفسك للناس وكيف يعني تسلم، كيف تتكلم بكل مقام، كيف تتعامل. بس هل هذا موجود معنا ولا علم غربي؟ هو موجود معنا مفروض أكثر. المفروض إذا ممكن تصرفونها لو سمحتوا تفضل. ودعوات لنا بس ادعي لنا بس بخير على فكرة يا جماعة الخير، عشان بس اللهم آمين وإياك إن شاء الله. على فكرة في جانب البروتوكول ما تعطي الناس ظهرك، شباب روحوا انتم في جانب العمل، في شيء في جانب البروتوكول، حيث تجي معي لو سمحت سيدي؟ خلي نسوي تطبيق عملي شوي. أول شيء احنا نشتغل أو احنا موظفين مع السفير مع السعادة. الضيف لما يجيك يا جماعة الخير، وهذا من ذوقيات العمل، أن الضيف دائما يكون يمين، المضيف يسار. إن كنا متساويين في المناصب الكتف بالكتف تفضل نمشي مع بعض. اذا كنت انا اقل من المستوى ورحت رافق احد المدير العام او السفير اخلي يمين وانا اتقدم خطوه لا اساويه، تفضل معي نمشي مع بعض لين ما يوصل عند سعادته يفتح الباب. هذا في الانصراف ما ننشر الشكر لحد، في الانصراف ما اروح اقول له شكرا سعادتك واعطي ظهر مالي واروح. هذه من ابجديات البروتوكول. شو اسوي؟ لازم انصرف بالقدم اليسرى، نبدا باليسرى هذه، واحد اثنين وثلاثه انصر. واتوقع في تسليم الاوسمه للوزراء كان صار الان في الفتره الحاليه جلاله السلطان، لاحظت كيف كان الوزراء يرجع بالباك، يعني يرجعوا خطوتين للخلف. هذه هل موجوده بس في المراسم ولا لا؟ رجعوا لعاداتنا وتقاليدنا. حتى في الخليج ما كان واحد يعطي ظهره لكبار او كبار القوم او مشايخ المنطقه وغيرها. مستعدين ان شاء الله؟ زين. الاتيكيت يا سيدتي او يا اخواني هي عباره عن ذوقيات تعامل، هذا بالفصحى. بالعماني نسمي السنع، السمت، الأخلاق. من وين نجيبها؟ من الدين والعادات والتقاليد، فتشكلت شخصياتها. تحبوا تقرأوا كتاب شباب؟ في كتاب اسمه الإتيكيت الإسلامي للمهندس عبد اللطيف البريجاوي، اقرأوه وايد زين. أنا بعطيكم أسماء كتب خلال محاضرتي هذه، اللي ممكن يحب يقرأ يقرأ هالكتب بيستفيد منها إن شاء الله. تمام؟ مستعدين إن شاء الله؟ زين. إيش قصة هذا؟ يوم من الايام احد ملوك فرنسا كان في الشرفه وشاف في بنات يمشن في الزراعه، فحب ينتقدهن. لا ما حب ينتقدهن، حب ينقدهن. ما الفرق ما بين النقد والانتقاد؟ ما الفرق ما بين النقد والانتقاد؟ النقد ايجاب والانتقاد سلبي. عفوا صديق ايمان، النقد ايجاب والانتقاد سلبي. سلبي زين، احفظوها قاعده طول حياتكم. النقد مثل النقود يضيف قيمة للشيء ولا يبخسه حقه، أما الانتقاد في شخصنة الأمور. تجيني أستاذ إيمان تقول لي أنا رسمت لوحة، أقول أستاذ إيمان بارك الله فيك وبيض الله وجهك، الآن لوحتك تسوى 5,000 باوند، ضيفي عليها الشيء الفلاني تسوى 15,000، ضفت لها قيمة.
اما اينما الانتقاد تقول لي شايف هذه اللوحه اللوحه فاشله اساسا فاشلين ويبدا يذكر القبيله ويذكر المنطقه كلها على فكره حتى النقد يحتاج لذوقيات يا مسؤولين او حتى المدراء او انتم شباب لما تبي تنقد في شيء اسمه النقد بالساندويتش وهذا ما امر فيه او اللي سواه الملك الفرنسي يسموه النقد بالساندويتش ما هو النقد بس امرين كتاب ومن عيوني حاضر من السودان شوف كيف الشف يعني سبحان الله في ايمان زين ايش اسم النقد بالساندويتش يا جماعه الخير لما اقول حق حيدر سعادته طالب منه تقرير مفصل يروح حيدر يجيب التقرير اسبوع كامل مسكين حتى اهله ما يشوفهم ليل ونهار يشتغل لما يجيب لي التقرير التقرير لا يبقى عشان نرفع حق سعادته مع بنت حيدر اسمه خالد اقول له حيدر احنا تعرف شو مشكلتنا في المؤسسات لان هالكلام حتى لو انتم مش موظفين بكره بتصيروا موظفين وبكره بتصيروا مدراء بلغوا هذا الرساله احنا شطار بالهندسه دكاتره في الجامعات محاضرين واو كوميونيكيشن سكيلز زيرو يوم من الايام لما تعينت في بلاط سلطاني صادفت مدير اسبوع كامل ان شاء الله رتب عمل فقري الجامعه ما مفترض اني ارتب ملفات رتب نبي نثبت جدارتنا بعد اسبوع قلت شو لازم ترتب الملفات قال وقت مش هالترتيب فاشل قلت ليش قال الله يهديك بس هذه الورقه كان مفترض تكون شوي سنتيمتر هنا انت جبتها هنا العلم هذا جدا راقي انسان نظيف محترم لكن كوميونيكيشن سكيلز زيرو وهذا راح ابين لكم الان احالوا له وظيفه استشاريه ما موفقه بينما عنده مدير ثاني عمله بسيط لكن الكوميونيكيشن سكيلز واو الان مستشار ان اردتم ان تعتبروها تملق وغيره راح اوضح لكم بعد شوي النقد لما نرجع النقد بالساندويتش اقول له حيدر بيض الله وجهك ما قصرت غلبناك وتعبناك معانا حقنا امسح على راسك اقدرك لان اصعب اداره البشر انتبهوا هذا اللابتوب سبه الى بكره والله يشتغل بينما وجدوا في الدراسات اسمعوا هذه المعلومه الخطيره انا بلغتها اسمعوا المعلومه الخطيره ان الانسان يحتاج فقط 5 ثواني حتى تحطم نفسيته وتحتاج الى بعض الاحيان 5 سنوات حتى ترجع هذه النفسيه اعطيكم السبب العلمي ليش لما يقول لك الفرح في سطرين والباقي كله عزاء ليش لما يجينا ولد نفرح لاسبوع لا قدر الله الولد توفى نبكي 15 سنه ليش لما المدير يمدحني افرح يوم يومين لكن لما يجرحني سنه ما انام اعطيكم السبب العلمي الدماغ بطبيعته ايجابي حليو لما تعطي اي معلومه حلوه يمشيها عادي بينما لما تعطيه معلومه سلبيه او جرح يبدا يسوي زوم يكبرها وطبعا قبل النوم تكثر مشاكل لما تلاحظوا من قبل النوم معظم الافكار السلبيه تجيك من قبل النوم والله لو اعطينا بوكس كان احسن وتبدا تغير في الجمله يا ليت هذيك الجمله قلتها ما قلت الجمله الثانيه وتبدا تعدل في الجمله السؤال ودروب في الجمل ويا ليت لو سويت حركه جون سينا كان احسن لا وتبدا تفكر في مشاكل الدنيا لين ما يورم فؤادك شباب وين فؤاد؟ شباب وين فؤاد؟ وين فؤاد؟ الفؤاد وين؟ فتحه بالدفع هنا عندك فتحه في النص هنا عند المحطه يا جماعه الخير هذا قلب الفؤاد هنا ويقول لك والله وارم فؤاد وارم اقرا الكتاب الثاني سجل الكتاب الثاني اسمه ذكاء المشاعر لسعد الحمودي الدكتور احمد سعيد عبد اللطيف يقول وارم فؤاد وارم فؤاد هنا خالي هذا قلب موجود بالأدلة القرآن وهذا موجود في كتاب اسمه ذكاء المشاعر حق سعد الحمودي والدكتور أحمد سعيد عبد اللطيف اقروه تبدا مشاكلكم تكبر لذلك حتى النقد يحتاج 5 ثواني عشان تحطم نفسية الإنسان تختار الوقت الجميلة يعتبر تملق منافقة ولا تملق أو نفاق أو مجاملة ركزوا على هذه النقطة يا جماعة في ناس ما تستطيع تشتري مثلنا في الحياة ما تستطيع جاملوا كل شركة شغل 2 ما تذكروا كثير محاسن إذا أنت أبوك عايش وأمك عايشة لا تذكروا محاسن الوالدين أمام أيتام 3
اذا انت توفقت ودخلت الجامعه وغيرك ما دخل جامعه لا تذكر محاسن الجامعه من شخص ما دخل للعلم. اليوم صادف موقف يعني غريب. انا ذكرت اني جاي لندن، في واحد دخل علي كتب في العام قال تراهم كلهم داخلين واسطات. انا ما فهم، فكرت اني جايين الدوري يسجلوا واسطات. قلت يا اخوي ما في داعي واسطات، ادخل هذا الرقم وتصل فيهم. قال انا ما اقصد لك كذا، كل اللي رايحين بريطانيا دراسه كلهم واسطات. انا فهمت ان هذا الشخص لربما لم يوفق في دراسه الدراسات العليا او اللي سافر. فشو نظن العالم؟ ان العالم كله الواسطات. مثل هذا الشخص اذا جلست معاه لا تذكر له محاسن الجامعه وغيره، لانه في داخله مقهور. بعد نقطه ثالثه اللي اذكرها يا جماعه الخير، صارت بيوتنا تتعرض، عرينا بيوتنا، اي اكل ناكلها نصور، اي شيء نلبسه نصور، ايش نحصله نصور. يعني سوري بس اكل شويه ساعه تايم تايم. زين لما زوجك يضربك بوكس ودوره معنا سمعت من ذكربيخ تايم. كله سنة الان نعري بيوتنا في موضوع على وهو التصوير وغيره. لذلك المجامله جدا مطلوبه في موضوع الحياه العمليه، حتى مسؤول كل ما تبين. نقطة بعطيكم إياها في الحياة العملية لما تنتقلوا للحياة العملية. شباب، ما بين المرحلة الجامعية للمرحلة العملية، أول نصيحة بنصحها لكم لا ترفعوا سقف المعايير. تشوف الأفلام ولا تقرأ كتاب دكتور مجدي عبيد، ولا تشوف الأفلام ولا شركة مايكروسوفت أن عندهم مكتب سيارة فراري ولا، وتحط صورة ذهنية لما تروح المؤسسة ما تحصل اللي تبيه. فتنصدم، يقول صدق يا أخي والله ما حد يشتغل في عمان، والله كل المؤسسات ضايعة خربانة. لا هي ما خربانة، أنت رفعت سقف المعايير. ولا تنزلها سقف المعايير، حطها لزنبون. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، ستجد في العمل وراح أخبركم بعد شوي، ستجد الغيرة المهنية اللي غار منك، اللي يبدأ يحاربك، اللي يبدأ وغيره راح أتكلم عنها بالتفصيل. لكن حطوا في بالكم شيء، أن الحياة العملية ستصادفوا شيء يعني راح يعلمكم في الحياة. قسمت الأعمار إلى 3 مراحل، بعطيكم كلام ما يدخل وراح يعجبكم إن شاء الله. أول شيء يقول لك من 20 إلى 40، من 40 إلى 60، من 60 إلى 80، من 20 إلى 40 يسموها مرحلة التيكو في الإقلاع. هذه بتروح تشتغل، بتصادف ناس، بتنصدم في ناس، في ناس تثق فيهم راح يخذلوك، في ناس تتوقع ما راح يخذلوك راح يكونوا زينين. هذه وايد زينة هالمرحلة. المرحلة من 40 إلى 60 يسمى مرحلة الأدجستمنت، آد أند دروب. خلاص؟ هذه حفوة إضافة. من 60 إلى 80 ساعاتك يسمى مرحلة الشباب، يبدأ الشباب من سن 60. ما تلاحظوا أن السواح التلف عماني معظم يجوك من مرحلة 60؟ اللي كنت ساكن معاه في بريطانيا واحد عمره 55 سنة، قاسم البطل ما شاء الله، أخته عمرها 60 سنة. تقول لي بكره يوسف اجهز روح اسوي جوجينج. لا خالتي احنا هات من سن ال 45 مره فست. والله يا جماعه جوتي اديداس تكرم وهذا بوع الا انا والله ما ادري. شعب صحي طبعا، الشباب يبدا من هذا. المرحله الاولى في حياتكم راح تواجهوا صدمات. راح نسوي تمرين مع بعض. اول شيء راح اعطيكم التمرين حفظ الاسماء. ممكن ينسى اسماء الناس؟ من ممكن كذا؟ 6 سنوات صح؟ درس مع 5 سنوات تروح تاكل مع بعض وكذا، بعد حصل كذا وتطلع يصير احمر صح؟ وعلى فكره، على فكره يا جماعه الخير، النفس البشريه حبت تحب ان حد يحفظ اسمها. لما تحصل على السنوات تقول له ما شاء الله يا حمد الدرعي صح؟ حمد الدرعي عندي ماجد الحارفي، هذا اتوقع بعطيكم استراتيجي بعد ايش احفظ الاسماء. طبعا راشد وعلي وحيدر اعرف اسمائهم. يعني حتى لو بعطيكم طريقه تحفظوا الاسماء على القاعه هذه كلها 5 دقائق، وطريقه وايد سهله. زين ما حد ممكن يكتب، بعطيكم 12 كلمه احفظوهم معي. مستعدين؟ 12 كلمه بس ما واللي بيعدهم الكتاب من عندي. خلاص؟ مستعدين؟ اوكي. شجره، اذنين، مروحه، اطارات، كف، مسدس، سفنب، جبل، قطوة، أصابع، ملعب، بيض. بيض على وجهكم، عيدوا لي اياهم. بعد حتى الوحيد، تفضل سيدي. تفضل.
شجرة، جنين، مسدس، قطوة، ملعب، مروحة، البارات، شاف، بيض الروج. بيض الروج كان ما بحسها أساساً، هذا من عندي. والإنسان اللي يبني على آخر انطباع. يا جماعة الخير، أنت تستخدمه 80% من الدماغ كان تحصل 20%. أنا بعطيك استراتيجية تستخدم 20 حصل 80. بعطيك نفس الكتاب. وبعطيك الآن بتحفظوه. والله أنا هذه مبدع، هذه إن شاء الله الله يفرحك فيها، إن شاء الله تشوف فيها بالمستقبل بار. خليها. هي مثال شهر ثلاثة صدفك قاعد تحشر مع الناس دي. زين. بعطيكم الآن طريقة كيف تعدهم بشكل أوكي وشكل متعاكس وانتم مرتاحين. خلاص؟ أول شيء وصف لكم الدماغ كيف يشتغل، وهذه زين لكم لما تروحوا في مؤسسة العمل. الجمهور الخارجي العملاء يحبوا حد يحفظ أسماءهم. خلاص؟ الدماغ مقسم يا جماعة الخير إلى 4، 1، 2، 3، 4. هذا يسمونه الجزء الأمامي، هذا مسؤول عن قرار صدق كذب. ليش؟ لما نبي يعني نستخير ربي، استخير ربي، اصلي صلاة الاستخارة واسجد لله. هذا يسموه الجداري، مسؤول عن شو؟ الشم، التذوق، اللمس. هذا يسموه الصدغي، مسؤول عن الصوت. وهذا يسموه القحفي او الخلفي، مسؤول عن الصور. شوف يا جماعة الخير، ما تحس بعض الحين لما تشم ريحة عطر تتذكر فلان؟ صح؟ لما تمر سكة تتذكر فلان؟ لما تمروا في السكة ها؟ واحد سوى كذا، مع أنا أقصد سكة أن أنت تذكر أصدقاء. وكل يبني على أساس الخبرات الماضية. اللي يصير شيء يسمونه الارتباط الشرطي. ما هو الارتباط الشرطي؟ أنك تربط الأشياء بالصور. الدماغ يا جماعة يحفظ بالصور، يحفظ بإيش؟ صور. حلو. أول شيء يا جماعة. رقم واحد شجرة، رقم واحد إيش؟ شجرة. على رقم واحد، 2 أذنين و3 مروحة، المروحة كم عمود فيها؟ يلا، 1 شجرة، 2 3، ممتاز، 4 إطارات، 4 توالي السيارة، 5 كف، 4 إطارات، 5 كف، 6 مسدس، و6 مسدس، 7 7 أب، و8 جبل، 6 7 8، حلو، 9 قطوة على رأس القطوة، يسموه سنور، قطوة، بس ما حد من عند واحد من لبنان، شامي، حتى أسمائهم حلوة، زين 9 القطوة يعني القطوة القطة، بس 10 أصابع، كم صبع فينا؟ يلا 8 9 10، حلو، 11 ملعب الجول الدرعي، 11 ايش؟ و12 بيت درزن بيض نشتري من الدكان. خلاص؟ نعيد مرة ثانية، رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و12 صفقة صفقة صفقة. والله ضبطت. زين نسوي شيء متعادي، صلحنا نشوف نشوف نجرب الدماغ. رقم 1 شجرة، 12 بيض، 6 3 مروحة، 8 جبل، و9 بصة، صفقة صفقة صفقة. ضبطت يا جماعة. خلاص؟ زين الآن إيش لها علاقة في الناس؟ كيف نحفظ أسمائهم؟ أول ما تلتقي بأي شخص عميل اربطه بصورة شخص تعرفه أو بجماد أو بصفة، يسموه خداع الجميل ساعتك. يعني والله جاني راشد، الوالد راشد ولا ولد أخوي، بس تجيني واحد يقول لي تقول لي ثريا، أنا ما عندي حد في عائلة ثريا، اربطها بليل ثريا. والله جد مثلا في الكويت واحد اسمه مطلق، مطلق مطلق، ما عندنا حد احنا مطلق. طيب مثلا قالت لك اسمي رحمة حجابها ما شاء الله رحمة. اطلقوا للناس يا جماعة الخير، ترى مش من زود الحفظ، الناس اربطوهم بصور. اعطيكم الكتاب الرابع بيفيدكم، اسمه الذاكرة
للدكتور جمال بولك. عندكم استراتيجيات كثيره للإدراك اللي ممكن نسايه. اي واحد تلتقي فيه اربطه بصوره من اول يوم. مستعدين ان شاء الله؟ مستعدين؟ نكمل. نجي في موضوع على اللي هو المقابلات الشخصيه. انا اول شيء على فكره جدا معجب بجمعيه الطلبه العمانيين. احنا في وقتها وانا كنت اليوم اتناقش مع الاستاذ مسلم، في وقتها ما حد كان يعطينا هالدورات. طلعنا في الحياه، خلينا واقعيين شباب، طلعنا في الحياه ما حد علمنا لما نتغرب كيف نعيش في الغربه، كيف ندبر حالنا. الاهل مساكين طيبين يقول لك عشان يتعلم الولد يعتمد على نفسه يدرسله في اول ثانوي بريطانيا، عيش ودبر حالك، بس ما يعلموه. ما في مشكله. طلعنا على الحياه ما حد علمنا كيف نتغرب. ما حد علمنا انه بيحصل لك كذا، ممكن تجيب واحد يعرض لك تدخين، حد يعرض لك مخدرات، حد ممكن يكون في تحرشات معينه. ما حد علم. ما في مشكله. اشتغلنا في الدوام، تعلمنا، دخلنا في الدوام، ما حد علمنا كيف نتعامل مع الموظفين ونتعامل مع المسؤولين ومع الكاستمرز. ما في مشكله. رحنا تزوجنا، ما حد علمنا كيف نتعامل مع الحياه الزوجيه، يعني واحد بتزوج قال يلا بسم الله. والله اعرف واحد من الشباب جاي من رحله، والله زميلي جاي من رحله. ابوه قال له فلان، قال له جاهز؟ قال له ايش؟ قال بخطب لك بنت فلان، قال بسم الله. والله ما يعرف اسمها ولا يعرف بنت من، هو بزم بليصه. روح يلا اوكي ما في مشكله. الله رزقنا باولاد وعيال، ولا خذينا الدوره في تربيه الابناء. اول شيء تعلمناه في حياتنا كيف نهرب، لان في تكرم في شيء وراك حذاء ولا شيء نهرب. الحياه حلوه ماشيه، بس ما اعتقد انها اي زينه، بس تحتاج انك تعرف. وجمعيه الطلبه اتوقع ان كان متوقع ان الدورات هذه يعلمكم عن النفط ويعلمكم عن اشياء تكون علميه بحته، بس في جانب الحياه الثاني لازم تعرفوا ان مهارات الاتصال والتواصل كوميونيكيشن سكيلز 85% نجاح المؤسسات بي هذه. اشكركم لكم، صفقه لهم، صفقوا لهم. المقابلات الشخصية، أول شيء في المقابلات الشخصية بدك تكلمها قبل أن تروح أي مؤسسة، خذ معلومات كافية عنها. أتوقع أنتم عندكم، خلينا أكد على بعض المعلومات، وأنا ما راح كثير أطول فيها، بعرج عليها على السريع. إدراكك، معرفتك عن بطاقة الوصف الوظيفي للمهنة المطلوبة وعن تاريخ الشركة ومؤسستها، هذا يعطي انطباع first impression أن هذا جاد ويبي هذا الوظيفة. اثنين، الاستعداد النفسي. شوف يا جماعة اخوي حيدر، استاذ حيدر تكلم عن موضوع الخوف والقلق. تعرف شو يحصل معاكم انتم لما تروحوا المقابلات الشخصيه؟ في شيء يطلع على السادن ديث، على الموت المفاجئ. تعرف شو السادن ديث؟ اعطيكم مثال كره قدم. بتلاحظوا ان المنتخب يكون حماس عنده يلعب مباراه، اول ما يجي الهدف الاول يجي على الهدف الاول، تحس كيف نفسيه اللعيبه؟ تشالنج، تحدي، يبي يجيبوا التعادل، شوي يجيب لهم الهدف الثاني، شوي يحبطوا المنتخب، بعدين الثالث يجيبوا عليه، يبدا يحبط، لما يجيبوا الرابع الخامس تحصل المنتخب او الفريق منهار، ما يعرف يسوي باصات، هذاك يلعب بروحه. اللي يحصل معاه سادن ديث. حتى في مقابلات التلفزيون لما يكون عندي برنامج اعلامي او اذاعي، يجي معي واحد يوم من الايام عنده ضيف كان جاي معي في بداية المقابلة، مع ان الإذاعة مش على الهواء، على التلفزيون، على الهواء لكن مش تلفزيون. من أول ما بدينا صار عنده سادن ديث. يعني ما يقدر يتكلم، خلاص ما في معلومات، الدماغ يسوي ستوب. ما رأيك في القيادة؟ نعم. والله جد عندي الحلقة ساعتين، من الساعة 2 للساعة 4، وشو بقول فيها؟ نعم. كيف القيادة الإدارة؟ يقول لي نعم. زين، هي يعني وما هو العلم الحديث؟ والله ما جت غيري نعم نعم ايوه نعم. انا فهمت ما في غير، فهمت ان الجماعه الرجل هو خلاص هو يسوي لي كذا. اذا واحد على فكره في لغه الجسد، اذا واحد سوى لك كذا عرف انه ما معه، حتى في الانصات ما معه. المهم شديت الحلقة 5 دقائق وانا اجيب من عندي واجيب امثلة واخذ اتصالات واقرا الاس ام اس لما طلعنا البيت. قلت له ما شاء الله، واو. على فكرة اقول له عادي ما حد يشوفنا، لو انتم روحنا شوي شوي بعد نص ساعة ما حر الديزل، حر الماكينة والله تبطل. لما فتح ما شاء الله عليه اغدق علينا في الحلقة بالمعلومات.
اللي يصير معاكم الآتي: القلق اللي يسبق المقابلة هو اللي يعمل لك السدن ديث. لذلك بعطيكم الحل. أول ما تروح مقابلة اسأل نفسك سؤال: يعني إيش بيصير؟ لو يعني ده صوت يعني إيش اللي بيصير؟ اثنين، سوري على الكلمة سموه الخداع الجميل، لازم تشعر إن اللي أمامك ما يفهم شيء. في تي أو تي لما خدنا عدد مدربين كان يقول لي إذا المدرب شعر بالخوف خلي يعني يوهم نفسه أن المتدربين ما يفهم شيء، هو الوحيد اللي فاهم في العالم، تطمئن نفسك. ثلاثة، تخيل إن اللي أمامك شكل أرنب، شكل أرجوز، والله جد حصل واحد ضابط 6000 قلادة هنا وهنا قلادة وهنا. أنا مرة جلست في الجو ما حدا ما شاف ضابط في 6000 قلادة هنا قلادة هنا قلادة. بدأ ينتبه، لا تخاف. فأربعة، خذ واحد قدوة بالنسبة لك عنده ثقة بالنفس وتخيل نفسك أنت هو نفس الشخص. خمسة يا جماعة الخير، قبل المقابلة بيوم في حاجة يسموها في موضوع اللي هي الدماغ. يا جماعة الخير، الإنسان مكون، أنا ما عندي بحثي بشرح لكم، الإنسان نفس شعار مرسيدس، نفس شعار شو؟ تخيلوا معي شعار مرسيدس. الإنسان الذات البشري مكونة من ثلاثة: أفكار، مشاعر، وسلوك. تغيرت أفكارك تغير مشاعرك، إذا تغيرت مشاعرك تغير سلوكك. أفكارك هذه بالليل طبعا تنام، تخيل تروح المقابلة تكون مستانس وعندك جرأة وبدي لانجوج مالك زين، هذه أحد الخيالات. لما تروح المقابلة فعليا خدت نفسك 4-2-8، تخيل انهم ما يفهموا شيء وارجوز، لكن ما معناته ان ارجوز تروح تطيح حميانة تحط رجل على رجل وتلعب بالقلم والمصباح، لا، هذا فقط اللهم ما يسموه الخيال. بعدين يسموه الملبس. يا جماعة الخير، أول انطباع عن شخصيتك من هنداك. يعني ما تقول لي والله ترى أنا متواضع وأنت جايني في الطريقة هذه والفالينة ما طالعة من هنا وتقول لي عادي، لا، كشختك وهندامك تعطي انطباع عن شخصيتك. أول انطباع عن شخصيتك هندامك. هل هندام فقط؟ أقول لك لا. تحضرني قصة، أتى أحد الأشخاص هندامه جميل أمام أحد المشايخ، فلما دخل انبهر في هذا الشيخ، بس لما بدأ يتكلم بدأ يقط خيط وخيط، طبعا خيط وخيط كلامه غير موزون شوي، كلامه خفيف. فقال له: يا فلان. قال: نعم. قال: إما أنك تتحدث بنفس هندامك أو تلبس هندام بنفس حديثك. نعم، هندامك جميل، كلامك مخربط، إحنا ما نقبله، لكن الملبس يعطي أول انطباع عن شخصيتك. لما أتكلم عن الملبس لا أقصد الأشياء الغالية الماركات، خذ لك ثوب 5 ريال بس يكون نظيف، ومصرب 10 ريال حتى لو كان بيوتر لكن نظيف، حتى أعطر محبوبتي ما 3 ريال أعطر محبوبتي ما في مشكلة، مش عيب. لا يا جماعة الخير، مش عيب. أنا اللي أمامكم في يوم من الأيام كنت فريق وصلت إلى مونيكا 2008 يعني تلفون وهو بقلي ب10 ريال، أفتخر إني مريت صرت غني وصرت فقير. الفقر مش عيب يا جماعة الخير، الفقر مش عيب. ولما أقول عن قصتي لا تفكروا عشان بتجاهز أخبركم عن قصص، لا يا جماعة الخير. ما بين وما بين النجاح عنق الزجاجة، لازم تمر في مصائب وابتلاءات، ناخذ نفس مع بعض. خسرت كل أموالي في 2008، كان عندي بورش كاين مواصفات خاصة وعندي قصر وعندي فلوس، ناس شاكة فيني من وين جبت الفلوس. 2008 والله حتى ما عندي أكل حق أولادي، ما عندي مشكلة، عندي زميل أصيب بالجلطة الدماغية ودخل، أي نعم بالجلطة الدماغية. تذكروا 2008 الأزمة، خسرنا كل أموالنا مش عيب، وقفنا على رجولنا وتحدينا نفسنا، لكن كنا نظهر بلباس حلو بس الناس ما تعرف إن اللباس صار لنا فيه سنة سنتين نلبسه، مش عيب. أنا لما أتكلم عن ثقافة الملابس والهندام والكشخة لا أعني فيها الماركات. دكتور وزير درع ماركت مقال، هذا الوحيد اللي عجبني دكتور، مقال عن موضوع الملابس عجبني والله، قال: الشنطة اخترعوها الرجال وتورطوا فيها النساء. نعم، ولقت الشرط ب4000-5000 ريال عماني، وهذا محاسبين عليه يوم القيامة. لكن نفس الوقت هل معناته إن أنا أكون مبتذل؟ ولا أبدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد الزهاد ولكن كان نظيف، وكان حتى في فصلة الرأس فقط الرأس العود، وكان يتطيب، وكان يلبس أنواع عديد 22 لباس نوع من لباس الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين نتكلم على وهو لغة الجسد، تكلم فيها لغة الجسد أخي حيدر كثير، مزاجي مع مزاجي ما يستوي. اثنين، هذول لا تعطيهم مهام بعيدة المدى لأن نفسهم قصير. أنا عندنا إحنا واحد جار عنده باص، لما تسلم عليه من الأيام مرحبا مرحبا مرحبتين، يوم الثاني ما تسلم عليه ويسوق كذا سلام عليكم، خوز خوز عن السيارة قوم قوم. أمس كنا أصحاب اليوم يزعلونا. الشخصية الحدية لما يكون مزاجه سيء لا تعطيه شغل،
لما يكون مزاجه رايق ينتج لك مع 10 سنوات. نجي في الشخصيه، من هي الوسواسيه؟ من الوسواسي؟ اذا شفت واحد وسواسي هذا يبحث عن دقائق الامور تفصيلي، دائما دائما يبحث عن شكون بيرفكت مثلا. هذا لازم يبحث عن تفصيلي، لا الله يهديك يا علي، لازم هذا شوي ترتبها كذا دقيق. بعدين لما مثلا يقول لك علي ممكن تحط بالي موضوع الفلاني في المطبعه، يطلع علي، يطلع علي بعد شوي تسوي الو ها وين علي وين؟ ولا واصل الشارع يا اخي تاخرت. من ممكن لما يكون عنده موضوع بكره بروجكت ما ينام بالليل يبحث عن تفاصيل دقائق الامور؟ هذا وسواسي، هذا في طبيعه دائما يبحث عن تفاصيل. من ممكن يحب يجمع فواتير كهرباء وماي من 20 سنه ما يرميها؟ الوسواسي في طبيعه يجمع فواتير كهرباء وماي ما يرميها، دشداش 20 سنه ما يرميها، مصر قديم يحطه. لين زادت الوسواسي يصير بخيل. هذا الوسواسي دائما يبحث عن تفاصيل او دقائق الامور. كيف اتعامل مع الوسواسي؟ دائما خليه في الصوره يحبك. اذا عندك مدير وسواسي اذا قال لك الساعه 7:30 تعال، تعال 7:25، لان 7:31 بيسوي كذا برجوله. وين هذا وين؟ وبعد في شيء اذا يعطيك مشروع سوي الابديت تكون 25% 50% تصل فيه. لما تروح تطبع علي قول اقول لك استاذ الحين انا ركبت السياره ورايح اطالع الاوراق. حبيبي والله علي توصل المطبعه تدخل اقول لك استاذ احنا دخلنا طبعنا ورقتين الحين طلعت الثالثه. يحبك يقول رئيس مكتب الشيخ عبد الله الفاني في قناه الجزيره يقول لي ليت ما بتعرف المعلومه هذه. هذا يحب تفصيل. حضرتنا وسواسي، انا عندي موضوع لا يتاكد ولا اتوقع ان علي وحيد يعرفوا كم واحد سجل؟ من وين بيجوا؟ كيف التفاصيل؟ سويتوا قهوه ولا لا؟ رتبتوا كذا ولا لا؟ سوي بس لو هم يعرفوا شخصيتي انا كان مفترض ان كل ثلاث ايام يتصلوا فيني او يسالوني انا سوينا كذا ارتاح. المدير الوسواسي دائما يحب تخليه في الصوره. رئيس مكتب قناه الجزيره يقول لي خسرت الترقيه، في واحد قطري كل ما يسوي شيء يخبر المدير، انا ما احب التمليق والمجامله، في النهايه رقوا القطري ما رقوا هو. خسر الترقيه. اتفقنا؟ نجي في شخصيه اسمها الهستيرية. من هي الهستيرية؟ الاستعراضيه اللي يلبس دائما ملون احمر واخضر، الله بالخير السلام عليكم واو 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 واو. استعراضي ودائما لما يصور يصور كذا. او سوري ها سوري. دائما استعراضي يحب الاستعراض. شو يسوي هذا هستيري؟ يلبس يعني ليش بس يلبس ملون؟ عشان يقول لك شوفوني احمر واخضر واصفر. هذا سعادتك هذا استعراضي. هذا ينفع في التسويق ماركتينج، ينفع في العلاقات العامه. تقول له شو رايك في الملحقيه؟ امي على الملحقيه، الملحقيه احسن شيء كان في المؤسسه واحنا اللي انجازاتنا وعملنا وسوينا. لكن مشكلتهم سطحيين ما يوصف العمق، هذا ما ممكن تخلي مدقق حسابات. ما ممكن تخلي في جهاز الامن لان هذا استعراضي دائما رئيس يصور يروح يصور. لما يدخل الله بالخير السلام عليكم اوه 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 شوفوني شوفوني موجود. وين اوفه؟ هنا. ولما يجي يسوي لي شويه ريسبكت زياده يحبك. اما النرجسي من هو؟ الخيل والليل والبيت تعرفني. هذا استعراضي عند دون العظم يقول لك احنا اللي عملنا الشوارع في لندن. سوى شوارع امرناكم وسوينا. يقول من انتم؟ يقول انا يوسف. انت مؤسسه واحد عندنا مشوار الان تصير بدون العظمه. احنا عندنا في الولايه في مسجل 76 هو من مواليد 83 لما تجلس يقول لك اصدق امرنا ان نسوي مستشفيات في البلد. الحمد لله مستشفيات تعمرت. وين امرت؟ المستشفى 76 انت مواليد 83. لا مصدق. هذول على فكره النرجسيين فيهم شو نوع من العظمه. هذا يطؤون من تحتهم ويقبلون اقدام من فوقهم. اي نعم النرجسي دائما يقول لك احنا من زمان قبيلتنا ذابحين 20 اسد و20 فيل. اللي عملنا وسوينا خمسه مواضيع انصحكم بتجنبها، خمسه مواضيع ما دام كمان انساها. ابتعدوا في الجلسات العامه في العمل خمسه مواضيع: الدين، السياسه، والعنصريه، والقبليه،
وامراض الامه. خمسه ابتعدوا عنها، لا تتطرقوا لها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلعنا من الجهال واحنا جالسين نرجعها. مسلم كافر سني شيعي باطل، نطلع في خلافات نطلع ما مطافين. الدول سياسات ما نطلع متزعلين. العنصريه بشره ما ادري ايش القبليه، امراض الامه ما هي امراض الامه. والله هل الشرقيه فيهم طبع كذا، هل الداخليه فيهم كذا، نبتعد عنها امراض الامه. مستعدين ان شاء الله؟ النرجسي اعطيه منصب المعنوي شيخ والشيخ على بطن الظهر، ما هي جديده عليه، حكمتك وحينك تدبت الامور يرتاح. امشي على قاعده ان اعطيه من الشهوه والمعافي الله، دام يحب شيخه بس لا تعطيه منصب يدوسك. واشباع المعنوي ما شاء الله ما هي جديده عليك. اعطيكم ثنتين واسكر. الشخصيه الشكاكه، اذا واحد شكاك والله خليك تنزل النظاره، انا خايف. راشد نزل ايدك لو سمحت. ممكن شكاك، شكاكين ناس تشك. مثلا اعطيك يوم في بنت قالت اريد اتعلم سواقه حق ابوها، اريد اتعلم بطلع ليسن. قالها ليش تبي تطلع ليسن؟ هذه النظرة هذه؟ تبغى تطلع ليسن؟ وين تبي تروحي؟ ما بروح مكان بطلع ليسن سنة كاملة. قالها ابوها زين تعلمت سواقة، ما هو الموضوع. يوم من الايام هي تسوق راكب ابوها جنبها، هذا في عمان عندنا، في واحد تجوز وجه الولد. قالت ايش سوى؟ ضربت ليه تين 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 عشان ما يدعمها. قالت يمكن تعرفي هذا الرجال، وين تعرفه؟ بيدعمها وجه وجه بيموتوا. والله ما تسوق يسحب على اليسر. الشكاك تتعامل معه امن مناطق الخطر بالنسبه لك. اذا عندك مسؤول عنده بيت كاش وشكاك تبي يرتاح، قول له سيدي الخزنه ما تكفي، حط خزينه ضد الرصاص وضد القنبله النوويه، وحط جيب فريق اصوات مع الرشاشات، وحط ليزر واربع كاميرات، وجيب فريق الاصوات والجيش وخليه عند الخزينه. يرتاح. والشباب اللي حاطين باسورد على تليفوناتهم ومتزوجين افتحوا الباسورد، لان موضوع الباسورد هذا يشكك الناس. اما الشخصي الاعتمادي، من هو اعتمادي؟ يقول حق المدير مثلا وقع لي هذه، توقع ولا لا؟ وقع تورطنا، توقع ولا لا؟ اصعب شيء لما يكون عندك مدير اعتمادي، ما ممكن يتخذ قرار الا باعتماد على الاخرين، مستعد ان يسوي علاقات حتى للخارج من اجل ان حد يتخذ قرار. اخر شخصي طبعا وايد، اخر شخصي بسكر وهذا لازم اقولها ما تقف فيها، الشخصيه السيكوباتيه. من هم السيكوباتي؟ هو من تمثل بالطيب وهو مجرم. انتبهوا كلكم، لربما اقصد الشيء ما تعرفون. لما يجيك واحد يقول لك ما شاء الله حيدر انت وصلت احسن واحد في الدنيا. ما شاء الله هذا حيدر مجرم، انتبه انتبه منه. امام حيدر طيب ومن وراي عن هذا مجرم. في ناس سيكوباتين بسيطين، يا حلاتك يا علي سبحان الله، في عندك 10 ريال سلف لو سمحت 10 ريال؟ تقول ايوه بوع يشرب 10 ريال ويهرب. في سيكوباتين اكثر من كذا. اعطيكم نصيحه، احذر ثم احذر ثم احذر العطاء السخي في بدايه العلاقات. احذر ثم احذر ثم احذر العطاء السخي في بدايه العلاقات، لان هذه معظمها شخصيات ثانيه سيكوباتيه. تعرف لما كذا اول مره اقول عندك سياره، اقول لا، اقول روح خذ أصل مارتن بحسابي. أصل مارتن ليش؟ هذا سيكوباتي، هذا يتوددك ويخلي نفسه طيب لما يذبحك ويهرب، يذبحك يبدو الموقف يسرقك وغيره. اللي منكم اللي تشوفه دائما يستلف فلوس ويهرب ما يرجع، هذا سيكوباتي. اللي يطعن في الناس وهذا، وهذا فيهم طبيعه نفسهم غير لوامه. يتمثل بالطيب والاحترام وغير، وهم مجرمين. مجرمين، هذا يروح ينام بالليل قليل العين. اكون وصلت الى ختام محاضرتي، اللي بغيت الخصها ان في حياتك، انا اعطيتكم نقاط، في حياتك العمليه لما تروح يجب أن تعيش شيء واحد، أن تختلف الحياة بمختلف المقاييس تدرسها. اثنين، ستصادف مواقف كثيرة في الحياة معظمهم تحصلها سلبية، لكن هي راح تعطيك نوع من المطاطية أنك تتقبل الواقع أفضل وأفضل. ما بينك وما بين النجاح عنق الزجاجة. أشكر جمعية الطلبة العمانيين، أشكركم على حضوركم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وبك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك. الله يطول عمرك. من ميدك استاذ؟ شكرا لك. احسن الحين والله اخلفنا يا ريال. لا خذ راحتك، احنا كلهم بيحللونا استاذ. كلهم بتطق على لا بالعكس، شخصيه اخيره هي الصعبه. لا لا لا.
كل التقدير والشكر والامتنان للأستاذ يوسف الراشد الحسني لإتمام هذه الفقرة الرائعة والخيالية. أما الآن ندعو سعادتكم لتكريم المادين في هذه الموسيقى. مشكور. الأستاذ حيدر بن عدنان السعد. الأستاذ يوسف الراشد حسن. الله يطول بعمرك. واجب جمعية العمانية البريطانية الآن شرفته. Thank you. And we need you to organize such events in your screen. All right. You have very qualified people, very qualified students here. I am so proud of them. A lot of them are at the top university. So we try to do something, try to make an event this every 3 months, 4 months. Just when you can. ويسرنا أن نحن جمعية الطلبة العمانيين في لندن تقديراً وامتناناً لتكريم الضيوف الشرف. أولاً من الحق الثقافي سلم بالتمام العمري. وسعادتكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الحسن. الآن ننوه لكم مشكورين استلام شهاداتكم فور خروجكم من المنصة أو القاعة. ويسرني أن أشكر باسمي حاملا مع شكري أسمى مع الحمد والشكر والامتنان لإخوتي وزملائي في جمعية الطلبة العمانيين لإتمام هذه الأمسية. علي عدنان درويش. من جمعية فوق روشنا. كان معكم راشد محمد الجنيبي رئيس جمعية الطلبة العمانيين في لندن.